مبروك يعني توقيعك القوة الجوية، بالتأكيد يعني عودة قوية بعد أن قدمت مستوى كبير مع الكهرباء اليوم في يعني عريض الصقور. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك حبيبي أستاذ ضياء. بالتأكيد نادي القوة الجوية نادي كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ويعني الكل يتمنى يلعب لهذا النادي لأنه نادي صاحب إنجازات وصاحب باع كبير في البطولات الداخلية والبطولات الخارجية، فإن شاء الله نكون أضافة لهذا النادي وإن شاء الله نقدم كل ما بوسعنا في سبيل إسعاد هاي الجماهير الكبيرة العريقة، وإن شاء الله نكون الموسم القادم يكون موسم بطولات وموسم خير على نادي القوة الجوية. وأحب أشكر كل من ساندني وكل من قدم إلي الدعم من خلال قدوم إلى هذا النادي.